تجميل الأنف. تشريح الأنف بيتكون من العظم الأنفي، الغضروف الأنفي، فتحة الأنف. أهم أنواع عمليات تجميل الأنف: عملية تجميل الأنف المفتوحة، وهنا بتكون الفتحة الجراحية من خارج الأنف. عملية تجميل الأنف المغلقة، وهنا كل الفتحات الجراحية بتكون من داخل فتحة الأنف. وهنا بتكون النتيجة بعد العملية. دكتور وائل غانم، معنى جديد للجمال.